مشاركتنا السنة هذه متميزة وتركيزنا عالي جدا على معرض التوظيف لاستقطاب الكفاءات المواطنة وبالذات من خريجين الجامعات الجدد. هذه نقطة تركيز كبيرة كثير بالنسبة لنا. بالنسبة لنا اليوم عندنا خطة موضوعة من قبل إدارة البنك بزيادة عدد الموظفين المواطنين. معارض مثل هذا المعرض المتميز التاريخي بتساعدنا على استقطاب هذه الكفاءات الشابة والطموحة إنها تنمو وتتطور وتتعلم وتساعدنا طبعاً بنمونا المستقبلي. فكخطط الخطط موضوعة ومطلوب من كل الإدارات والدوائر اللي في البنك بخطط موضوعة مسبقاً إنها تطور وتزيد الأعداد بشكل مدروس.